موضوع تخفيض الجمارك على السيارات هتبقى حركه يعني كويسه وهتعمل رواج في بيع السيارات وفي الاخر كله في مصلحة المواطن يعني المصري. التخفيضات اللي هتنزل على العربيات في شهر يناير اللي جاي ان شاء الله مش انا شايف انها مش هتفرق كتير لسببين. اولا لان الدولار بيزيد من الناحيه الثانيه وتجار العربيات بيجيبوا دولار من السوق السوداء لان البنك المركزي مش مهواش من السلع الاساسيه اللي مديه البريوريتي ان تجار العربيات يجيبوا من البنوك فبيضطروا يشتروا بالسعر العادي فالدولار بيوصل ل 7.75 و8 جنيه هيعلي العربيه من الناحيه الثانيه فلو نزل هتبقى حاجات خفيفه. لو تمن العربيات في الجمارك بيرخص دي مش في صالح مصر لا دي في صالح فئات معينه اللي هي بتدخل العربيات بالاستيراد فاحنا النهارده طب ما انا ازود واسيب الجمارك على ما هي علشان العربيات اللي هي المنتجة في البلد تقدر تشتغل والشركات دي تشتغل. لا خفض الجمارك ما يأثرش على الصناعة المغذية في مصر. ما احنا لازم بقى في نقطة لازم ننطلق ما يفضل طول الوقت في الصندوق مش قادرين نطلع من الصندوق لازم يجي فترة انك انت لازم تنطلق بقى وتنافس إلى اجلا او عاجلا ماذا والا تفضل منكمش. الاتفاقيه دي هتغرق السوق تقريبا في عربيات كتير قوي وفي زحمه اصلا دلوقتي ومفيش مرور وفي زحام جامد جدا فانت لما تيجي هتنزل الاتفاقيه دي وتنزل اسعار العربيات فطبيعي جدا العربيات هتكتر في البلد والزحمه هتكتر ومفيش اصلا حل لمشكله الزحام يعني. والحاجه الثانيه كمان ان هو اي نعم هيمشي شويه قطع غيار السيارات وهيمشي حاجات كتير جدا بس صعب في حاجات ثانيه يعني. وما اعتقدش انه ممكن الحكومه دلوقتي تتجامل انها تنزل اسعار حاجات كتير جدا لان هي محتاجه فلوس دلوقتي. لما مثلا اسعار الجمارك بتقل اكيد انا بكون مستفيد كمواطن مصري انا بكون مستفيد جدا يعني ان بقدر اشتري اي حاجه كاش مثلا اقدر اجيب اللي انا عايزه بيبقى فيه تسهيلات امور كويسه جدا مع المواطن المصري يعني. التخفيض 10% هيزيد لان مفيش رقابه على الاسعار بتاعت العربيات يعني التجار ممكن يزودوا تاني 10% ولكن حصل اي حاجه هو ما ينفعش اصلح من ناحيه واقف من ناحيه تانية لازم بجد لازم انا وقت ما انا فعلا هخفض من هنا لازم اعمل رقابه على الاسعار من هنا. بصوا يا شباب يا جماعه الخير في الفاصل قعدت مع ضيوفي وقلت لهم بصوا لازم نقول خبر للسادة المشاهدين، أنا عارف إن أنت قاعد مستني خبر إن يبقى في تخفيض حتى بكوين ثلاثة، بس الدنيا علشان الله يخرب بيت أبو سوق الصرف والسوق السوداء، عارف إيه سبب ده؟ مش دول، أنت، عارف ليه؟ عشان ال 20 مليار دولار اللي بيبعتهم ابنك اللي شغال في الخليج وبيجي لك في البنك بتروح واخده وبيعه سوق سوداء، فرحان ب 200 جنيه، أدينا إحنا بنلبس في الحيطة، بيجي المستورد ياخد من السوق السوداء اهو ويروح مستورد مش سيارات بس يعني انت عشان 200 جنيه خربت بيت اكلك وشربك والحديد والزيت والسكر والكلام 20 مليار دولار بيحولها اولادنا في الخارج مفيش دولار واحد بيوحد ربنا بتغير جوه البنوك المصريه وبعد كده بتقول الاسعار بتغلى ليه؟ خلينا نبدا 2015 ونبقى ناس وطنيين بجد مش بالاغاني. بجد التحية بضيوفي لواء حسين مصطفى المدير التنفيذي لرابطة مصنع السيارات دكتور نور الدين درويش نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية. دكتور نور الدين كنت عايز تتكلم على اتفاقية شراكة مع أوروبا. أنا عايز أشرح لمشاهد الكريم يعني إيه الشراكة اتفاقية شراكة لأن اتفاقية شراكة الأوروبية يعني الناس بتفهمها على إنها اتفاقية اقتصادية. اتفاقية شراكة الأوروبية دي حضرتك بدأت من سنة 2004 وليها أهداف أنا هقولهم بسرعة. اتفضل. حوار سياسي، حرية حركة السلع اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي، نصدر ونستورد. أيوة. بحرية، حق تأسيس الشركات وتجارة الخدمات بيننا وبينهم، بينهم وبينهم، حركة رأس المال، التعاون الاقتصادي، وهرجع للتعاون الاقتصادي تاني. ستة، الشؤون التعاون في الشؤون الاجتماعية ومنع الهجرة الغير شرعية والشؤون الثقافية في الإعلام المرئي والكلام دوت والإعلام المرئي والمسموع ثم التعاون المالي ثم أخيرا أحكام
ومؤسسيه وعامه وختاميه للاتفاقيه. في البند بتاع التعاون الاقتصادي هتلاقي الطاقه، التعليم والتدريب، التعاون العلمي والتكنولوجي، البيئه، التعاون الصناعي، تشجيع الاستثمار، التوحيد القياسي والتقييم، تقريب القوانين بين الدول، الخدمات الماليه، السياحه، الجمارك، التعاون في مجال الاحصاء، محاربه غسيل الاموال، محاربه مكافحه المخدرات، ومكافحه الارهاب، وبحط نقطه تحت مكافحه الارهاب، ثم التعاون الاقليمي، واخيرا حمايه المستهلك. انت عارف بقى كل المشاهدين والمصريين، بقول كل كمان متصورين اتفاقيه الشراكه الاوروبيه المصريه عشان السيارات بس يبقى زيرو جمارك في 2019. لا لا يا فندم، ما عرفوش التفاصيل. الشراكه الاوروبيه دي قصه ثانيه خالص. الشراكه الاوروبيه دي هي تنفيذ لاتفاقيات الجات على فكره، يعني هي تنفيذ لاتفاقيات الجات، ان هيجي في وقت من الاوقات العالم كله مفتوح، لان هو مش هيقدر يسيطر على العالم، العالم كله مفتوح. انت حضرتك سالت سياده اللواء سؤال، قلت له هيجي يوم انا اشتري في مصر سعر العربيه زي اللي بيشتريها المواطن الالماني، بقول لك اه. بس ما هو قال لي في مع الفرق يا فندم، هو بيدفع كام ضريبه مبيعات، لان المواطن الالماني بيدفع ضريبه مبيعات برضه، وانا بدفع ضريبه مبيعات. اذا كنت انا بدفع 10% وهو بيدفع 10، يبقى احنا نتساوى. هو انا هشتري العربيه بنفس السعر بتاعه. تطبيقا لايه يا فندم؟ الغريب ان هقول لحضرتك حاجه غريبه، بعد الحرب العالميه الثانيه في الاربعينات، في 44 47 النظام العالمي الاقتصادي او العولمه بدات من سنه 47 بصندوق النقد والبنك الدولي واتفاقيه التجاره الدوليه. اتفاقيه التجاره الجاد دي بدات سنه 47 ب 27 دوله. اللي كان معطل تنفيذها الاتحاد السوفيتي او القطبين، دوله العالم فيه قطبين. لما الاتحاد السوفيتي اتفكك سنه 94 اتفعلت اتفاقيه التجاره الدوليه. فالنهارده اتفاقيه التجاره الدوليه عايزه توصل بالاتي يا فندم، ان حضرتك الدولار في امريكا القدره الشرائيه بتاعته هي نفس قدره الشرائيه بتاع الدولار في مصر، ايا كان بقى الدولار ده بكام جنيه، ده ماليش دخل، هو ملوش دخل، بس القدره الشرائيه للدولار في امريكا لو بشتري العربيه ب 100 دولار في امريكا هشتريها في مصر ب 100 دولار. ده الاتفاقيه التجاره اللي هي سنه 2019 العالم او الناس اللي حطت المبادئ دي عايزين يوصلوا لها. طب هم عاملينها مع مصر بس ولا مع دول كتيره؟ لا لا، اتفاقيه اللي جت فيها النهارده كانت 117 دوله في سنه 2004، النهارده اعتقد وصلوا يمكن العالم كله، لان الصين دخلت اتفاقيه الجت. دخلت اتفاقيه مع دول الاتحاد الاوروبي. الصين دخلت الاتفاقيه. طيب سياده اللي هو حسين مصطفى، انا شغال في السعوديه، اشتريت عربية اوروبية من سوق السعودية وجيت مصر، الجمارك هيبقى اخبارها ايه؟ هيطبقوا عليها 10% برضو؟ هيخفضوها لي؟ لا لا، دي قادمة صحبة راكب وليها نسب تانية خالص في الجمارك. يعني مش هيستفيد بيها، تبقى لسنة الشراء، مش هيستفيد بيها. طيب انت المستهلك او المواطن هيستفيد او هيحس فعلا بان في تخفيض حقيقي في سعر السياره، في سعر السيارات الاوروبيه؟ هي ليها عده معايير. اولا بالاقتراب من 2019 فعلا هيحصل احساس بالتخفيض، دي لا جدال. نعم. وهتشتعل المنافسه ما بين السيارات القادمه من اوروبا والسيارات القادمه من جهات اخرى مثل اسيا وامريكا. نعم. هذا الاشتعال او هذه المنافسه لا جدال انها ستكون في صالح المستهلك، لان طبعا ما فيش حاجه بنفس المواصفات والقدرات تباع بسعر عالي وبجوارها نفس القدرات والمواصفات وتباع بسعر ارخص بكثير، لان طبعا الجمارك تعتبر برضو بتخفيضها بتاثر كتير في سعر السياره، وخصوصا مع الاقتراب النهائي 18 19 و20. طب احنا كان في بيننا وبين المغرب اتفاقيه اللي اسمها اتفاقيه اغادير، واللي كنا بنشتري بيها سياره اسمها رينو، ونزلت ل 54000 وزادت والكلام ده. هي طبعا الاتفاقيه دي ساريه لا زالت. طيب وبنجيب عربيات من المغرب ليه؟ لا تطبق الا من اتجاه واحد، احنا بنستورد السيارات، لان هي المغرب عملت مصنعين لشركة رينو. نعم. هناك كل مصنع طاقته 400000. نعم. اعتقد ان هم يمكن بيشتغلوا حاليا بنصف الطاقة، المصنعين 200000 و200000،
وهم للتصدير. لا لحظة، احنا بنستورد من 400,000 دي؟ بنستورد جزء. طيب ليه مش حاسس بتخفيض في الاسعار؟ ما فعلا السيارة جت بسعر مناسب ورخيص. سيارات الرينو في مصر بتيجي من فرنسا ولا بتيجي من المغرب؟ لا بتيجي من المغرب. بتيجي يعني من المغرب. اي سيارة رينو دلوقتي في مصر جاية من المغرب؟ اي سيارة رينو لوجان، انا ما بستورد رينو لوجان دي من المغرب. واسعارها قليلة. هي نزلت باسعار علشان التخفيض، ارخص من مثيلاتها بكتير. الاتفاقية. ويعني لاقت نجاح كبير في وقت من الاوقات يعني. طيب حضرتك عايز تعلق على ايه؟ حضرتك النموذج اللي عملوه في المغرب كان لازم احنا نعمله عندنا. في نموذجين يا فندم عشان ابقى صريح بالنسبه للتصنيع، في نموذجين اتعملوا في التسعينات. احنا عملنا حاجه غريبه، لا عملنا دي ولا عملنا دي. ايه النموذجين؟ النموذج التونسي اللي هو اشتغل على مكونات او الصناعات المغذيه. نعم. والمورد الاساسي بتاع تونس كان فرنسا. طب هنشرح بس الصناعات المغذيه اللي هي ايه؟ اللي هي البطاريه، كل حاجه، كاوتش، كل حاجه، الدينامو والبطاريه والكاوتش والضفيره وال اصنعهم في بلدي. تونس عملت حاجه جميله جدا، حسبت هي مع فرنسا بالذات، حسبت بتستورد في السنه بقد ايه عربيات من فرنسا. سايب ب 100 مليون ب 200 مليون. نعم. راحت للفرنسيين قالت لهم انا مش هستورد ب 200 مليون بشرط ان انتوا تاخدوا مني منتج صناعات مغذيه للسيارات ب 200 مليون. طبعا هي ما كانش عندها صناعه. قالوا لهم يعني انتوا عندكم صناعه؟ قالوا انتوا صنعونا، انتوا ادونا المصانع اللي تخلينا نديكم ب 200 مليون جنيه. وقد كان. وصنعوا صناعات مغذيه لدرجه ان بعض العربيات مش بعض العربيات الاوروبي، اغلب العربيات الاوروبي تفتح الموتور هتلاقي قطع غيار مصنعه ميد ان تونس. ده تونس. هيجي في يوم ما من الايام تونس بعد ما يعمل صناعات مغذيه هيستطيع تصنع عربيه. يوم ما من الايام. المغرب عملت حاجه ثانيه. المغرب قالت اي واحد عايز يصنع عندي انا مش هعمل مصانع تجميع. يجي هو بنفسه اشاركه. يعني المستثمر الاجنبي اللي هو الشركات المصنعه تيجي تشارك المواطن المغربي وتعمل مصنع جوه. مصنع تحت رايه الام، الشركه الام. فلما عملوا مصنع الرينو بقى المصنع الرينو ده تبع رينو، مش تبع ايا كان الاسامي اللي موجوده في مصر، تبع شركه رينو. فمن حقه التصدير ومن حقه الاعفاء بتاع الضرايب الشركه الاوروبيه ومن حقه التصدير لكل دول العالم. احنا بقى المصانع المصريه ولا مصنع مصري من حقه التصدير لبره. ثم خدوا 16 سنه يعدلوا نفسهم. ست سنين، معلش مع احترامي ما تزعلش مني يا حسين بيه، ست سنين اعفاء و10 سنين تخفيض، ولا واحد صلح من نفسه. وجي النهارده يشتكوا يقول لك استنى عندنا عماله وعندنا جمارك بتنزل حتى هتوقف المصانع. وهم يعلموا الكلام ده من سنة 2004. ما حدش غير نفسه. كل كان بيستسهل المكسب. الحل؟ الحل احنا لازم نجيب الشركات. عندنا مصانع قوية. لا لحظة. الحل سهل. دلوقتي طرحت نموذجين. الحل في سهل. في نموذج المغرب ونموذج تونس. همشي على الاثنين. الأنسب. لا كده هنلخبط اشتراك رأس مالي. أصل هعمل الاثنين لسبب يا فندم، هعمل الاثنين لسبب. السبب الأولاني أنا أوريدي عندي مصانع. ومصانع بقى الكواليتي عندها عالية ونسبة التجميع 45% زي ما أنت قلت. هقول للشركات المصنعة تعالوا شاركوني. طيب. انزلوا شاركوني. لو هو شاركني اصبح المنتج بتاعي اوروبي مش مصري بس. او مصري معتمد في اوروبا. الاقتراح التاني ده من تونس. طب المغرب؟ لا ده من المغرب. ده من المغرب. تونس بقى إيه؟ تونس اوريدي احنا شغالين في مع حسين بيه. او مع سيادة اللواء حسين شغالين في موضوع الصناعات المغذية بقوة الايام دي. وبنحاول ان احنا نفرد فيها او نكتر فيها. طب نديله دي نديله كلام فندم. اتفضل يا سياده اللواء. ده كلام جامد. انتوا كسلتوا من 2004 وكنتوا حاسين ان في مشكله هتقابلكوا وتخفيض جمارك لكن ما اهتمتوش. هو الفكره ان حتى الموضوع الاساسي اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو تخفيض سعر السيارات كله مرتبط بنمو السوق، يعني في الايكونومي في سكيلز او اقتصاديات الكم. لما بنتكلم النهارده على انتاج كمي ده اوتوماتيك بينخفض سعر، في تكلفه ثابته بتنقسم على عدد المنتجات. لكن نيجي النهارده نقول الصناعات المغذيه، الصناعات المغذيه في مصر الموجوده الجوده بتاعتها فعلا زي ما قال الدكتور نور هي عاليه وقادره على التصدير للخارج، وفي بعض المصانع معموله داخل مصر وبتصدر كل منتجاتها
للخارج من مكونات السيارات وبكفاءة عالية. وفي بعض الشركات المصنعة للسيارات بتصنع هي نفسها أجزاء وبتصدرها للخارج للشركة الأم. في تجربتين موجودين في مصر. لكن لما نيجي النهاردة نتكلم على حجم الصناعات المغذية في مصر لا يستطيع النمو لأن مفيش إنتاج كامل. هو بيكفي فقط ال 18 مصنع اللي موجودين في مصر علاوة على إنتاج جزء آخر ليه خدمة بعد البيع اللي هي قطع الغيار اللي بتبيع بعد البيع. ده ما يساعدوش على النمو، ما يساعدوش على تخفيض السعر. لابد من التوجه للتصدير. أدي حضرتك فكرة عن حجم ال أرقام. إحنا حجم الصناعات المغذية اللي هي مكونات سيارات في العالم كله 750 مليار دولار. تتركز في أمريكا وأوروبا وكوريا واليابان 550 مليار دولار منهم. ال 200 مليار دولار موزعين على جميع دول العالم. بما فيهم أكبر سوق وأكبر دولة حاليا عددا في إنتاج السيارات اللي هي الصين. كل الدول دي بتلعب في ال 200 مليار التانيين. إحنا بنعمل منتجاتنا بقد ايه؟ بثلاث اربع مليار دولار في الصناعات المغذيه. الثلاث اربع مليار لما نقارنهم ب 750 مليار دولار ماشي واحد في الالف. طيب انا عايز انهي بس عايز اقول جملتين. الاولى ان انا كمواطن هشتري العربيه حسب كلام حضراتكم السعر مش هيتراجع علشان التضخم وسعر صرف العمله او سعر الدولار اللي بيزيد واليورو بيعلى. وبالتالي هشتري مش هحس بتخفيض صح؟ احتمال تحس لو سعر الدولار في الايام اللي جايه نزل. الحاجه الثانيه الروشته اللي حضرتك بتقدمها للحكومه انها تختار النموذجين التونسي والمغربي وتحاول تطبقه هنا في مصر. والحاجه الثالثه الاعتمادات المستنديه ترجع زي زمان تاني، فتح الاعتماد بتسهيل المورد. انا ما اخافش من كميه العربيات، انا مش هجيب عربيه احطها في المخزن. صح الا لما يبقى لها مستهلك. خليني اقول لحضراتكم بعد ثوره بعد ثورتين هتنزل تشتري العربيه ولسه مش هنحس بالسعر اللي بيشتري بيه المواطن من دوله المنشا سواء الالماني ولا الياباني. لكن خلينا نصبر ل 2019 يمين يعيش يمين يعيش. انا بشكر ضيوف الاعزاء اللواء حسين مصطفى المدير التنفيذي لرابطه مصنع السيارات، بشكر حضرتك. شكرا. دكتور نور الدين درويش نائب رئيس شعبه السيارات باتحاد الغرف التجاريه، بشكر حضرتك. بعد الفاصل شادي سرور فنان شاب يسخر بطريقته من الواقع الاجتماعي المصري. يلا نطلع فاصل.